النشرة الإخبارية من القدس دوت كوم. أهلا بكم. كشفت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث عن مسودة اقتراح ومخطط خريطة لتقسيم زماني ومكاني وإقامة كنيس يهودي على خمس مساحة المسجد الأقصى المبارك في الجهة الشرقية منه، مشيرة إلى أن المخطط قدم إلى نائب وزير الأديان الإسرائيلي ويقدم تفصيلا لتنظيم وتقنين صلوات يهودية في المسجد الأقصى بناء على ما تم الاتفاق عليه في جلسات سابقة في لجنة الداخلية بالكنيسة الإسرائيلي. قالت مصادر في الجيش السوري الحر إن ميليشيات عراقية وأخرى تابعة لحزب الله ولواء أبو الفضل العباس نفذت مجزرة في الديابية جنوب دمشق راح ضحيتها أكثر من 130 قتيلاً أعدموا ميدانياً. لقي 12 فلسطينياً وسورياً مصرعهم أمس الجمعة إثر غرق مركب للمهاجرين قبالة سواحل مدينة الإسكندرية الساحلية على البحر المتوسط. وقال مصدر أمني مصري إنه جرى إنقاذ 116 شخصاً بينهم 72 فلسطينياً و40 سورياً و4 مصريين. وفي حادث آخر لقي عشرات الأشخاص بينهم نساء وأطفال حتفهم جراء انقلاب زورق يقل نحو 150 مهاجراً بين صقلية وتونس في ثاني حادث من نوعه خلال أسبوع قرب سواحل إيطاليا. أحالت السلطات المصرية اليوم مهدي عاكف المرشد السابق للإخوان المسلمين لمحكمة الجنايات في القاهرة بتهمة إهانة القضاء. وأخيراً بدأ أكثر من مليون حاج من مختلف بقاع الأرض في التوافد على مشعر ميناء استعداداً لبدء مناسك الحج في وقت انتهى فيه العمال بمصنع كسوة الكعبة المشرفة من حياكة وتطريز الكسوة الجديدة التي استغرقت 8 أشهر، وذلك عشية تلبيسها للكعبة المشرفة في مراسم غسلها يوم الاثنين المقبل. نهاية الموجز، إلى اللقاء.